وبركاته. كالعادة اليوم الجمعة، اليوم الجمعة تاريخ كم؟ تاريخ 12 يناير 2024 يوم الجمعة. اليوم للأسف البارتنر مالي ما موجود، البارتنر رايح مع أخوه بدية، أمس رايحين مبيت. أنا اليوم روحي رايح، حد شباب راح متقدم، أخوي ودعمي رايحين متقدمين اليوم بروحي. إذا الخطة أني أروح وادي الأبيض قبل شوية نفسي، أخلص وادي الأبيض أروح رمال الأبيض وخبر لي على قبل شو الوقت كيف. طبعا الجو يعني ما في غيوم بس جو حلو يعني برادة. نشوف الوادي هناك ونشوف، طبعا ما نسبح ما في وقت، لفة كده في الوادي كحل عيونك شوي بالطبيعة، نخلص نروح على رمال الأبيض. رمال الأبيض يمكن نجلسوا لين المغرب، بعد المغرب نجلس هنا جلسة نخلص نرجع بيوتنا إن شاء الله. هذه الخطة حتى الحين ما نروح على الوادي، نزلنا وادي الأبيض نروح سكر رمال الأبيض خبت القعدان. أنا أخوي اللي متقدميني هم متصرفين وادي الأبيض الوقت ما تقدر تروح الوادي، تطلع من الوادي تروح رمال الوقت ما في الحين بعد 40-45 دقيقة يأتي المغرب ولا من الدنيا. هو ما دخل الوادي، بداية الوادي سوي يوتيرن وراجعين الرمال. أنا بعد أنا لفيت من الشارع على أساس أروح الوادي الأبيض لكن ما رحت بعيد، أنا كنت على الخط السريع شوية من الداخل سلفيني وكان خلاص ما يروح ما يكمل الوادي يروح الأبيض، وأنا عملت يوتيرن راح الأبيض. أنا بكنسل الوادي الأبيض وقت الرمال الأبيض شباب بعد يجيو بعدين.
كمان. I'm gonna go.